بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون الصائمون ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الكثير من المؤمنين يتصور أنه إذا قصر في عبادته ومر عليه زمن في ذلك التقصير أنه قد وصل إلى مرحلة لا يمكن أن يصلحها، لا يمكن له أن يصلحها، إلا أن الله جل وعلا بيّن لنا ذلك في كتابه العزيز: أنك أيها العبد إذا أردت الرجوع إلى الجادة الصحيحة وإلى النهج القويم فالله سبحانه وتعالى يرحب بك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيها الأحبة، أن الإنسان خطاء ويقترف هذه الأخطاء، لا بمعنى أن نبرر للخاطئين وللعاصين عصيانهم وخطائهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، وما زال العبد في طريق القرب إلى الله سبحانه وتعالى والسير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يتعلم شيئا فشيئا ويتدرب، وتشوبه أخطاء وتشوبه مشاكل وهو في معرض الابتلاءات. على كل حال، لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، أن الكثير من الناس، أغلب الناس، يقعون في الأخطاء، وفتح لهم أبوابا كثيرة للرجوع إلى رحمته وإلى لطفه وإلى جوده وكرمه، وبين لهم أن الإنسان مهما ارتقى في درجات الكمال والقرب إلى الله سبحانه وتعالى قد يقع في الأخطاء. ونتصور نحن عندما نقرأ القرآن، وهو الواقع، أن المتقين هم في الذروة من درجات الكمال، لذلك الله سبحانه وتعالى ما بشر طائفة في كتابه العزيز بمثل ما بشر به المتقون، هكذا بشر به المتقين. لذلك مع أنهم لهم هذه الدرجة العالية، إلا أنهم قد يقعون في الأخطاء، وبين ذلك في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ من هم؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه صفة من صفاتهم. وتعالى إلى الصفة الأخرى، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة. سبحان الله، قد عندما نسمع هذه الكلمة نتساءل: هل أن المتقي يقع في مثل هكذا الذنوب؟ يمكن، العصمة لأهلها، قد يقع الإنسان، لكن ما هو المائز وما هي الضابطة وما هو الفيصل عند أولئك؟ قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، المتقي قد يكبو، قد يقع، قد يخطأ، قد يتلكأ، إلا أن له صفة مهمة: لم يصر على ذنب أبدا، لم يصر على ذنب أبدا. لذلك أيها الأحبة، علينا أن نبادر في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن رحمته واسعة، رحمته واسعة تسع كل شيء
فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للرجوع إلى رضاه وإلى نيل رضاه، وهكذا نناله بالاستغفار وبالمحافظة على حدوده، سائلينه جل وعلا أن يوفقنا وإياكم أن نكون من المستغفرين ومن الذاكرين ومن الموفقين لعبادته بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآله الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.